بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ ان شاء الله في الدرس الثاني بتاعنا في الوحدة الاولى، والدرس بتاعنا مش كبير، فيعني ايه علشان تعرف الدرس كله مرتبط ببعضه، فما ينفعش تشوفه على مرتين، فشوفه على مرة واحدة علشان يبقى اسهل عليك، واصلا مش كبير او ان شاء الله بإذن الله يعني. فالنهارده هنبدأ اول حاجة معانا جزيئات المادة. جزيئات المادة هناخد كده، خلينا نخرج بره الدرس شوية. هنشوف انت مثلا جسم الانسان بيتكون من ايه؟ جسم الانسان قال بيتكون من اجهزه. الاجهزه زي ايه؟ قال لي زي مثلا الجهاز التنفسي، الجهاز العظمي، الجهاز العصبي، الكلام ده كله، دي كلها اجهزه. طب ماشي، طب هو كل جهاز بيتكون من حاجه معينه؟ قال لي اه، كل جهاز بيتكون من حاجه معينه. زي مثلا الجهاز الهضمي بيتكون من الفم، بيتكون من الانف، بيتكون من المعده. طب والجهاز التنفسي؟ الجهاز التنفسي اللي بيتكون من الرئه، بيتكون من المريه، الكلام ده كله ماشي. فكل جهاز فيه حاجه، في اعضاء معينه. طب وكل عضو واحد فيه انسجه، وكل نسيج واحد فيه خلايا. يبقى كده ان جسم الانسان بيتكون من اجهزه، والاجهزه بتتكون من اعضاء، والاعضاء بتتكون من انسجه. طب والانسجه بتتكون من خلايا. بمعنى اصح ان وحده الكائن الحي، بناء الكائن الحي هي الخليه. وحده بناء الكائن الحي هي ايه؟ هي الخليه. ناخد بقى ندخل على الجزء بتاع الدرس بتاعنا النهارده، ان انا عندي حاجه اسمها الماده، والماده ديت خدناها الدرس اللي فات. قال لي الماده ديت في حاجه اصغر منها؟ قال لي اه، الحاجه الاصغر منها بتسمى الجزيئات. الحاجه الاصغر منها بتسمى الايه؟ الجزيئات. يبقى الماده بتتكون من جزيئات. طب انا عاوز اعرف ازاي الماده بتتكون من جزيئات. هناخد مثال، عندك مثلا ازازه ريحه، وجيت في كل ازازه الريحه ديت عباره عن ماده، جيت في كل حته في الغرفه ورحت رشش رشش ريحه في الجنب اليمين، في الجنب الشمال، في الجنب اللي هو قدام، في الجنب اللي ورا، ورشيت حبه ريحه في كل حته. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الريحه في كل ارقان الغرفه، الريحه في الجنب اليمين، الريحه في الجنب الشمال، الريحه قدام، الريحه ورا، الريحه في كل ارقان الغرفه. ايه ده؟ ده الماده بقت عباره عن جزيئات. الماده بقت عباره عن ايه؟ الماده بقت عباره عن جزيئات. هل انت شايفها؟ لا، انت مش شايفها بعينك، بس تشوفها ازاي؟ تشوفها بالميكروسكوب. تشوفها ازاي؟ تشوفها بالميكروسكوب. يبقى انا عندي الاستنتاج بتاعي ان الجزيء هو اصغر جزء من الماده. الجزيء ده هو اصغر جزء من الماده، يمكن ان يوجد في حاله انفراد وتتضح فيه خواص الماده. بمعنى ان الماده، ان الجزيء ده اصغر حاجه من الماده، لان الماده اتجزأت في كل حته في الغرفه، فبقى اصغر جزء من الماده. يمكن ان يوجد في على حاله انفراد، يعني ممكن ان كل جزيء يكون لوحده، يعني مش شرط ان كل جزيئات تكون مع بعضها، لا، ان كل جزيء يكون لوحده ده عادي. وده اتضح فيه خواص الماده ازاي؟ ان انت مثلا لو جيت على الجنب اليمين هتلاقي الريحه نفس الريحه بتاعت الماده، هتلاقيها في الجنب اليمين، يبقى الجزيء برضه فيه نفس الريحه بتاعت الماده. طب لو جيت على الجنب الشمال برضه هتلاقي برضه نفس ريحه الماده، يبقى الخواص الماده اتضحت في الجزيء. دي اول حاجه معانا النهارده. بعد كده هناخد تاني حاجه معانا اللي هي خصائص جزيئات الماده. الخصائص بتاعه جزيئات الماده، قال لي اول خاصيه ان هي الماده في حاله حركه مستمره. ازاي الماده في حاله حركه مستمره؟ قال لي بص، هات كده كاس زجاجي زي الموجود على الشاشه ده، وحط فيه ميه. واحد، حط فيه ايه؟ حط فيه ميه. وهات حاجه اسمها برمنجانات البوتاسيوم، حاجه اسمها الايه؟ برمنجانات البوتاسيوم البنفسجيه. برمنجانات البوتاسيوم دي بيبقى لونها بنفسجي كده شويه. قال لي انت هتعمل ايه؟ قال لي هتحط البرمنجانات ديت على الميه، حط البرمنجانات اللي هي لونها بنفسجي ديت على الميه، هتلاقي لون الميه بقى ايه؟ هتلاقي لون الميه بقت بنفسجي، لون الميه بقت بنفسجي. ده انا عندي كده الماده في حاله حركه مستمره. طب ازاي؟ قال لي برمنجانات البوتاسيوم لما دخلت على الميه انتشرت في كل جزيئات الميه، وبقت الميه كلها لونها بنفسجي. ده اول مثال عندي ان الماده في حاله حركه مستمره. اول ما برمنجانات البوتاسيوم دخلت على الميه تحركت حركه عشوائيه. زي حركه عشوائيه؟ تحركت في اتجاه اليمين، وفي اتجاه الشمال، وفي اتجاه اليسار، وفي اتجاه الاعلى، في كل حته. هل تحركت بحركه منتظمه؟ يعني تحركت ان هي مش مثلا مشيت هنا 1 متر وهنا 1 متر وهنا 1 متر، لا، تراحت في كل حته في ثانيه، ما استنتش اصلا ان هي تبقى منتظمه. حركه عشوائيه في جميع الاتجاهات، زي ما باين هنا
هنا في الزجاجه الاولى ان انتم شايفين ان هي ماشيه في كل حته، في حتت بيضاء وفي حتت بنفسجي اللي هي حركه عشوائيه في جميع الاتجاهات لحد ما بقت كلها ايه بنفسجي كده. الماده بقت في حاله حركه مستمره. اول خاصيه من خصائص جزيئات الماده ان الماده في حاله حركه مستمره. تاني حاجة معانا ان جزيئات المادة يوجد بينها مسافات بينية. يعني ايه مسافات بينية؟ هي ديت يعني انا عندي المادة الصلبة بيبقى مفيهاش مسافات بينية، وديت احنا هناخدها بالصورة دلوقتي والصورة هتبان معاكم دلوقتي في المادة السائلة في المادة الصلبة وفي المادة الغازية ان هي مفيش مسافات بينية. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا لو انت واقف جنب زميلك ولازق فيه قوي مفيش مسافة بينكم اللي فيه واحد يتحرك، اما لو انتوا سايبين بينكم براح شوية هتلاقي اللي ممكن واحد يتحرك عادي. طب ماشي ناخد المثال بتاعنا اللي هنا، قال لي انت معاك مخبار فيه 300 ملي مية ومخبار تاني فيه 200 ملي كحول، اما هنيجي نحطهم على بعض بالطبيعة كده بالفطرة 300 زائد 200 المخبار التالت ده هيكون فيه 500. قال لي لا مش هيطلع 500. قال لما لا هيطلع ايه؟ قال لي هيطلع اقل من 500، هيطلع مثلا 488 490 495 بس مش هيديني 500، لازم يكون اقل من 500. طب ليه؟ هو كلام مجانين؟ لا. ليه بقى؟ قال لي عشان المسافات البينيه دي احنا لو بصينا على الحاله السائله هلت هنلاقي ان بين كل جزيء وجزيء في فراغ ما بينهم. شايفين الفراغ اللي هو ما بينهم ده؟ قال اه. قال لي الكحول الاسيلي ده اما يجي ينزل هينزل في الفراغات ديت، فالفرق ما بين ال 500 و 488 دول هو نازل في الفراغات البينيه ديت، علشان كده مديني الحجم 488 مش 500. اما لو ما كانش في مسافات بينيه ما بينهم كان هيديني 500. اما ال 12 اللي ناقصين دول ال 12 سنتيمتر مكعب اللي ناقصين دول نزلوا في الفراغات البينيه اللي انتوا شايفينهم ما بين جزيئات الميه دول. يبقى عندي نعلل ليه المسافه ليه حجم المخلوط اقل من 500؟ عشان جزيئات الكحول انتشرت في المسافات البينيه اللي هي موجوده بين الجزيئات وبعضها. طب ايه هو بقى تعريف المسافات البينيه؟ قال لي ده فراغات موجوده، حتت فاضيه كده موجوده بين كل جزيء والجزيء الاخر، فراغات موجوده بين جزيئات الماده وبعضهم. طب علي تاني حاجة كده من خصائص الجزيئات، من خصائص الجزيئات ان يوجد بينها مسافات بينية، يوجد بينها مسافات بينية. تالت حاجة معايا النهاردة ان يوجد بينها مسافات بينية. قال لي سؤال علل، ليه قليل من ملح الطعام بيختفي لما احطه في مية؟ هو برضو زي ما الكحول اختفى في المية برضو ملح الطعام هيختفي في المسافات البينية الموجودة بين جزيئات المية. بعد كده قال لي يوجد بينها قوى التماسك. طب يعني ايه اصلا قوى التماسك ديت؟ يعني الماده قويه جدا ما تقدرش تفتتها الحتت على بعضها. قوى التماسك ان الماده بتبقى قويه ما تقدرش تفتتها الحتت، في دي قوى التماسك. قال لي قوى التماسك، قال لي في حديد قوى التماسك بتاعه كبير جدا. ليه؟ قال لي ما اقدرش افتت الحديد، الحديد ما بيتفتتش، ما يقدرش اخرج كل جزيء من الحديد لوحده، لا ده الجزيئات كلها متجمعه على بعض، عشان افتتها صعب واستحاله جدا اعرف افتتها. طب والميه؟ قال لي الميه اصلا كده كده قوه التماسك بتاعتها ضعيفه، اول ما بتحط مثلا ازازه زي ما احنا شايفين في الكوبايه وتنزل الميه بتلاقي كل جزيء من الميه نزل لوحده، بس بتلاقيها ضعيفة جدا ما بتحصلش اصلا اي حاجة علشان تبقى قوية. انت اول ما بتحط الازازة وتحطها في الكوباية بتلاقي على طول المية نزلت، ما بيحتاجش بقى اللي انت مثلا تكسر ولا اللي انت تعمل اي حاجة. دي تالت خاصية من خصائص جزيئات المادة ان المادة يوجد بينها قوة تماسك. المادة يوجد بينها قوة تماسك. ايه قوة التماسك؟ القوة اللي هتربط الجزيئات ببعضها، القوة اللي هتربط الجزيئات بايه؟ ببعضها. هناخد بقى مقارنة ما بينهم التلاتة، او قبل ما اخد المقارنه ده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحان على طول، اذكر اهم خصائص جزيئات الماده اللي هم الثلاثه اللي يوجد اللي هي توجد في حركه مستمره، يوجد بينها مسافات بينيه، يوجد بينها قوى تماسك. تاني جزيئات الماده في حاله حركه مستمره، جزيئات الماده يوجد بينها مسافات بينيه، جزيئات الماده يوجد بينها قوى تماسك. دلوقتي بقى هناخد مقارنه ما بين الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية من حيث عدة حاجات. أول حاجة من حيث الحجم والشكل، أنا باخد من حيث الجزيئات، يعني أنا آخد جزيء من الحتة الصلبة، جزيء من حاجة سائلة، جزيء من حالة غازية وأعمل ما بينهم مقارنة. قال لي مثلا هناخد على سبيل المثال الحديد، هناخد جزيء من الحديد
جزيء واحد من الحديد وجزيء واحد من الميه وجزيء واحد مثلا من اي غاز مثلا زي الاكسجين. جزيء الحديد ده والله لو حطيته في اي حته حجمه هتلاقيه زي ما هو، ما بيتغيرش، لا يمكن يتغير الحجم بتاعه. طب والشكل؟ والله لو حطيته في اي حاجه حمراء، حاجه زرقاء، حاجه خضراء، هو هو برضو شكله ثابت. يبقى الحديد، يبقى الجزيء بتاع الحاله الصلبه ده له حجم وشكل ثابتين. طب لو خدنا جزيء الميه، جزيء الميه لو حطيته في اي حته حجمه ثابت ما بيتغيرش، عمره ما هيتغير. لا مثلا انت مثلا عندك لتر ميه، جيت تاني يوم بتبص لقيته لتر ونص او لتر الا ربع ميه، لا هو لتر ميه زي ما هو ما بيتغيرش، الجزيء حجمه ما بيتغيرش في الحاله السائله. طب شكله؟ لا ده شكله هو اللي بيتغير، مثلا لو هو في مثلا في حاجه حمراء بتلاقيه احمر، لو هو في اناء اخضر بتلاقيه اخضر، لو هو في اناء اصفر بتلاقيه لونه اصفر، يبقى شكله هو اللي بيتغير بس حجمه ما بيتغيرش، يبقى حجمه ثابت بس شكله غير ثابت. الحاله الغازيه، قال لي ده ولا له حجم ولا له شكل، انت اصلا ما بتشوفوش ولا بتحس بيه، انت بس احنا بنتنفس هواء وبنخرج هواء، الغازات برضو بتبقى الهواء ده عباره عن غازات، انت احنا بنتنفس بس احنا شايفينه؟ لا. عارفين حجمه قد ايه؟ لا. يبقى ولا حجم ولا شكله ثابتين، ليس له حجم او شكل ثابتين. لو بصينا هنلاقي اللي هي جايه بالترتيب، ادي اول حاجه لها حجم وشكل ثابت، بعد كده بقى واحد ثابت والتاني غير ثابت، بعد كده بقى الاثنين غير ثابتين. دي اول حاجه. تاني حاجه المسافات البينيه. المسافات البينيه احنا قلنا ايه؟ هي الفراغات الموجوده بين الجزيئات وبعضها. المسافات البينيه دي هي الفراغات الموجوده بين الجزيئات وبعضها. لو بصينا لو شفنا الماده الصلبه هنا هنلاقي ان هو اصلا ما فيش مسافات بينهم، ده كلهم لازقين في بعض، ما فيش مسافه ما بينهم اللي حاجه اصلا تدخل، فده قال لي صغيره جدا، شبه منعدمه، ما فيش اصلا مسافه بينيه ما بينهم. طب لو بصينا على الحاله السائله هلاقيها بس يعني ايه؟ هلاقيها كبيره شويه، ان هو ممكن يدخل ما بينهم مسافات بينية. اللي هو ممكن يدخل ما بينهم اي حاجه، اللي هو ممكن ما يدخل ما بينهم اي حاجه، فدي قال لي هي كبيره باينه شويه. طب لو بصينا على الحاله الغازيه هلاقي المسافات كبيره جدا جدا جدا، اكبر ما يمكن ان اي حاجه ممكن تدخل ما بينهم. دي المسافات البينيه ما بين الثلاثه. لو بصينا عليهم برده هلاقيها اللي هي جايه بالترتيب، الاول صغيره، بعد كده بقت كبيره شويه، بعد كده بقت كبيره جدا، بعد كده قوه التماسك. لو بصينا هنبص نلاقي ان هنا قوة التماسك ايه هي؟ هي القوة التي بتربط الجزيئات ببعضها، بتربط الجزيئات ببعضها. لو بصينا على الحالة الصلبة هنلاقي ان الجزيئات مربوطة ببعض جدا، عمرها ما تقدر تتخلل عن بعض، عمرها ما تقدر جزيء واحد يمشي ويسيب بقية المادة، لا ده المادة كلها لا تمشي مع بعض لا المادة كلها تقف مع بعض. عارفين زي ايه؟ زي مثلا واحد مربوط بثلاثة، ثلاثة مربوط او اربعة مربوطين ببعض، لازم عشان واحد ياخد خطوة التلاتة اللي وراه ياخدوا نفس الخطوة، هل هو ينفع ياخد خطوة والتلاتة اللي وراه ياخدوا ما ياخدوش الخطوة؟ لا، ده الأربعة يقعوا لو ما عملوش كده. فهي ديت بالظبط الحالة الصلبة، إن هنا قوة التماسك هلاقيها كبيرة جدا، ما ينفعش واحد يمشي بدون التنين، يبقى قوة التماسك ما بينها أكبر ما يمكن. قال لي طب لو بصينا على الحالة السائلة هنلاقي إن قوة التماسك اللي القوة اللي بتربط الجزيئات ببعضها هلاقيها قليلة، هلاقيها قليلة شوية، وقليلة جدا، قليلة شوية بس مش قوي. يعني إيه مثلا؟ قال لي بص لو بصينا على بين كل جزيئين مش هلاقيهم ماسكين ببعض قوي، هلاقيهم فيهم فراغ ما بينهم، يبقى ديت قوة التماسك بتاعها ضعيفة. طب لو بصيت على الحالة الغازية هلاقي ان الاتنين اصلا بعاد عن بعض جدا جدا جدا، فقال لي منعدمة، اقل ما يمكن، تكاد تكون منعدمة اقل ما يمكن. فقال لي قوة التماسك برضو لو لقيناها هنلاقيها كبيرة في الصلبة، ضعيفة في الزائرة، تكاد تكون منعدمة في الغازية. بعد كده عندي حركة الجزيئات. حركة الجزيئات قال لي لو احنا نفس المثال اللي احنا خدناه على قوة التماسك، ان اربعة ماسكين في بعض مربوطين كده ببعض، عشان واحد يتحرك لازم الباقي يتحرك نفس الخطوة اللي هو خدها قبل ما يتحرك خطوة تانية. فقال لي حركة الجزيئات في القوة في الحالة الصلبة اهتزازية، يعني بتتحرك بالعافية، محدودة جدا، عشان تتحرك بتحتاج لمجهود كبير قوي 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 عشان الجزيئة يعرف يتحرك. طب في الحالة السائلة زي المية، قال لي لا ده دي اكثر حرية، تتحرك براحتها شوية، زي ما شفنا مثلا الازازة وهي واحنا بندلق المية في الكوباية بنلاقيها ان المية بتتحرك عادي، كل جزيء بينزل لوحده، فهلاقيها كبيرة، ان حركة الجزيئات بتاعتها كبيرة. قال لي طب في الغازية، قال لي اكبر ما يمكن، ما فيهاش اصلا حركة للجزيئات، اللي هي حرة تماما، كل جزيء بيعمل اللي هو عاوزه في الحالة الغازية. قال لي طب ناخد امثلة بقى، امثلة على الحالة الصلبة، قال لي زي التلج، زي الحديد،
زي الالومنيوم، امثله على الحاله السائله زي الميه زي الزيت زي الكحول، امثله على الحاله الغازيه بخار الميه الاكسجين ثاني اكسيد الكربون. اخر حاجه معايا النهارده بقى هناخد 3 تعليلات بس وخلاص كده الدرس نص الدرس بتاعنا خلص. المواد الصلبه بتحتفظ بشكل وحجم ثابتين مهما تغير شكل الاناء الحاوي له. للماده الصلبه تعالوا كده نفتكر فوق نشوف الماده الصلبه فيها ايه. الماده الصلبه فوق قال لي المسافه البينيه بينها صغيره جدا، قوه التماسك كبيره جدا، حركه الجزيئات محدوده جدا. ده اللي انا هقوله. شوف انا اقول ايه بقى، لان المسافات البينيه صغيره وقوه التماسك كبيره والحق، فتتخذ الجزيئات مواضع ثابته بالنسبه لبعضها البعض. ليه؟ عشان المسافات بينها صغيره وقوه التماسك بينها كبيره، فهي كده هتديني حجم وشكل ايه ثابتين. قال لي طب الماده السائله، ناخد كده الماده السائله فوق نشوفها كانت مالها. الماده السائله قال لي هي كبيره نسبيا في المسافات البينيه، قوه التماسك بتاعتها ضعيفه، حركه الجزيئات بتاعتها كبيره. طب قال لي السؤال، قال لي المواد السائله تتخذ شكل الاناء الحاوي لها. ليه؟ عشان المسافات البينيه بتاعتها كبيره وقوه التماسك ضعيفه، فعشان كده هي هتاخد شكل الاناء الحاوي لها. عشان المسافات البينيه بينها جزيئاتها كبيره، يعني ممكن المسافات البينيه شكل الاناء هيبان من الفراغات الموجوده ما بينها، وقوه التماسك برضو بينها ضعيفه جدا. طب الغازيه هنلاقي ان هي قوه التماسك بتاعتها منعدمه، المسافات البينيه كبيره، حركه الجزيئات بتاعتها كبيره، فبالتالي ليس لها حجم وشكل ثابتين عشان المسافات البينيه بتاعتها كبيره والقوه التماسك بتاعتها منعدمه، في الغازات هتنتشر في كل حته متاحه ليها. لحد هنا كده نبقى خلصنا نص الدرس بتاعنا، وكده احنا خدنا 3 فيديوهات في الوحده الاولى، خدنا فيديوين في الدرس الاول، وخدنا اهو فيديو في نص الدرس الثاني، وكده يبقى ناقصنا 3 فيديوهات كمان ونخلص الوحده الاولى ويحلوا في كتاب الامتحان. واي سؤال واقف قدامكم او مش عارفينه سيبوه بس في الكومنتات واحنا هنبقى نرد عليه ان شاء الله. وتابعونا عشان تتابعوا الدروس اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.